تمجيد للقديس العظيم الأنبا بولا الطموحي. إب أورنت تيهيريني موينان انتكيريني سمنينان انتكيريني كان النوفينان إيفول غور إيفول إني غاج انتتي إكليسيا آري سبت إروس النس كم شائن إمانو البنو تيخن تنميتي تنوخن بقو انت بفيوت نم باب نف مسواب انت في اسمو إيرون تيرين انت في طوفو إن انهيت انت فطالت شو اني شو انت نبسي شي نم نم سوما تن او اشتمك او بخريستوس نم بكيوت ان اغاسوس نم بب نف مسواب جي اك اي اك امون أنا افتح فمي وتكلم وأقول السلام لك يا مريم وامدح هذا المكرم أن بابول الطموهي ما المنذ حداثته للانفراد بربه فسكن في مغارته أن بابول الطموهي في جبل أنصنا العظيم عاش هذا الكريم جحد الشيطان اللئيم أن بابول الطموهي أقام معه هناك تلميذه العظيم في النسك أنبى حزقيال الملك أنبى بولا الطموهي هذا الذي شهر له وحدثنا عن فضائله وكتب لنا سيرته أنبى بولا الطموهي أن من ترك محبته لإلهه وخالقه أدنى بالزهد جسده أن بابول الطموه بتقشف مع أصوام مستمر بطول أيام ففاق طبع الأنام أن بابول الطموه واستحق المديح من فم المسيح فظهر له بالصحيح أن بابول الطموه وطوبه بفمه الطاهر على سلوكه الساهر مسلك المجاهد الباهر أن بابول الطموه ضد الجسد والشهوات وتغلب عليه يا إخوان بنعمة الرب الديان أن بابول الطموه فقال له الملك كل هذا بعينيتك يا خالق وفادي جبلتك أن بابول الطموه بموتك عنا نحن الخوطة غير المستحقين العوصة فعزه الرب وقواه أن بابول الطموه لما مضى أبونا القديس أن بابيشوي النافس إلى جبل أنصنا الرئيس أن بابول الطموه اجتمع معه هناك وأخبره عن الملك سيوضع جسده مع جسدك أن بابول الطموه
وتم هذا يا أحبة لما تنيح على الراجة، وضعوا جسده بثناء بابولا الطموه مع جسد الأنبابشوي، ووضعوا وأرادوا ينقلوا جسد الأنبابشوي حبيبه أنبابولا الطموه إلى برية القدس ماكاريوس النافس، حمله في مركب رائس أنبابولا الطموه، وجسد أنبابولا تركوه فلم تبرح المركب مكانه، فأحضروا إليها جسده أنبابولا الطموه. في جسد شيهات وضعوا في الدير وأكرموا بجوار جسد حبيبه أنبابولا الطموه. منه ظهرت معجزة طاهرة معايت تعطي للمؤمنين ثبات أنبابولا الطموه. صلوات تكون معنا شفاعة تسندنا، من الخطر تمنعنا أنبابولا الطموه. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله أنبابولا عنا أجمعين. خان فران مفيوتنا Oh,
Αξιος αβαβλέ εμπειρέμ ταμμού Αξιος αβαβισόι νεμ αβα αβαβλέ αξιος αβαβρα